مرحبا بكم في قناة نور المعرفة، حيث نقدم لكم أروع القصص وأكثرها إثارة وتشويقا. اليوم نسرد لكم قصة مليئة بالغموض والمفاجآت، قصة تجذب العقول وتثير الفضول. تخيلوا أنكم تتمشون على شاطئ البحر في صباح مشمس، وفجأة تجدون جثة عملاقة بطول 60 متر. هذه هي بداية مغامرتنا اليوم مع العملاق الغارق. تابعوا معنا هذا الاكتشاف الغريب وانضموا إلينا في رحلة لاستكشاف الأسرار القديمة والنظريات العلمية المثيرة. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا لتكونوا دائما على اطلاع بأحدث القصص والمغامرات الشيقة. في صباح يوم مشمس كان الشاطئ مليان بالناس اللي جايين يتمشوا ويستمتعوا بالجو الجميل. الأطفال كانوا بيلعبوا بالرمل والمياه، والعائلات كانت جايبة معاها أكل وبتعمل نزهة على الشاطئ. فجأة وفي وسط الضحك والمرح لاحظوا حاجة غريبة على الشاطئ. الأول كان في مجموعة من الناس اللي كانت بتمشي على الشاطئ لقت جسم ضخم بعيد على الرمال. فضولهم دفعهم يقربوا عشان يشوفوا إيه ده. لما قربوا اتضح لهم إنهم قدام جثة إنسان عملاق طوله حوالي 60 متر. المشهد كان مرعب ومذهل في نفس الوقت. الجثة كانت ملآة على الشاطئ، ملابسها ممزقة وجلدها مليان جروح وكدمات. الناس بدأت تتجمع حوالي الجثة العملاقة، كل واحد فيهم مش مصدق اللي شايفه. الكبار والصغار كانوا واقفين مشدوهين وبيحاولوا يفهموا إزاي الجثة العملاقة دي وصلت هنا. كل واحد كان عنده تفسير مختلف للي حصل. البعض قال ده أكيد عملاق من أساطير قديمة، يمكن كان عايش في أعماق البحر وطلع فجأة. آخرون قالوا ده ممكن يكون تجربة علمية فشلت، وده نتيجة تجارب جينية على البشر. لكن في النهاية الكل كان متفق إنهم قدام حاجة مش طبيعية ومحتاجة تفسير. الكل كان خايف ومتحمس في نفس الوقت. الناس بدأت تتصل بالشرطة والسلطات المحلية اللي جت بسرعة عشان تحقق في الموضوع. الشرطة عملت طوق حوالين الجثة ومنعت الناس من الاقتراب أكتر. العلماء والخبراء وصلوا للمكان بسرعة وبدأوا يدرسوا الجثة ويحاولوا يفهموا إزاي وصلت للشاطئ. المشهد كان غريب ومثير، وكل الناس كانت في حالة ترقب وفضول لمعرفة الحقيقة ووراء الجثة العملاقة. السلطات المحلية جت بسرعة للمكان عشان تحقق في الموضوع. الشرطة أمنت المنطقة حوالين الجثة ومنعت الناس من الاقتراب. في خلال ساعات كان في فريق من العلماء والخبراء وصلوا عشان يدرسوا الجثة العملاقة. أول حاجة لاحظوها إن الجثة كانت في حالة جيدة، مما يدل على إنها ما غرقتش من وقت طويل. العلماء بدأوا يدرسوا الجثة بعناية، استخدموا أجهزة متقدمة وأدوات دقيقة عشان يحللوا النسيج والجلد ويأخذوا عينات للتحاليل. الجثة كانت مدهشة بحجمها العملاق، وكل تفصيل فيها كان بيأكد إنها لإنسان بس بحجم ضخم غير معقول. في نفس الوقت الإعلام بدأ ينشر الأخبار والصور عن الجثة العملاقة. الصحفيين والمصورين توافدوا للمكان عشان يغطوا الحدث الغريب. صور الجثة العملاقة انتشرت بسرعة على الإنترنت والتلفزيون، وكل الناس في المدينة بل وفي العالم كله كانوا متابعين الموضوع باهتمام كبير. الفضول كان سيد الموقف، وكل الناس كانت عايزة تعرف إيه اللي حصل بالظبط. الأسئلة كانت كتيرة ومتشعبة. بعض الناس كانوا بيفترضوا إن العملاق ده ممكن يكون جزء من حضارة قديمة انقرضت، بينما البعض الآخر كان بيخاف من إنه يكون فيها عملاء تانين مختبئين في مكان ما. العلماء بعد فحص دقيق قدروا يعرفوا إن الجثة دي فعلاً لإنسان، لكن بحجم عملاق بشكل لا يصدق. التركيبة الجينية كانت مشابهة للإنسان العادي، لكن بحجم أكبر بكتير. الأنسجة والعظام كانت مشابهة للبشر، بس بمقياس مختلف تماماً. الاكتشاف ده خلى العلماء في حيرة وفتح باب لكتير من التساؤلات الجديدة. الناس بدأت تتساءل، هل في عمال أتنين؟ هل في خطر على البشر؟ هل الجثة دي دليل على وجود كائنات ضخمة عاشت في الماضي البعيد؟ الأسئلة دي كلها ما كانتش ليها إجابات واضحة، لكن كان واضح إنهم قدام حاجة مش مفهومة ومحتاجة مزيد من البحث والدراسة. السلطات قررت تنقل الجثة لمكان آمن عشان تقدر تدرسها بشكل أفضل بعيد عن التجمعات البشرية. في نفس الوقت الأخبار استمرت تنتشر، والناس استمرت تتساءل وتتكهن عن السر وراء الجثة العملاقة. الفضول البشري ما كانش له حدود، والكل كان مستني يعرف الحقيقة وراء هذا الاكتشاف المذهل. بعد ما العلماء درسوا الجثة لمدة أسابيع
ابتدوا يحطوا نظريات عن أصل العملاق. الفحوصات الدقيقة والأبحاث المستمرة قدت إلى بعض الفرضيات المثيرة. النظريات كانت مختلفة ومتعددة، وكل واحدة منها كانت بتفتح باباً جديداً من التساؤلات والتكهنات. النظرية الأولى كانت بتقول إن العمالقة دول ممكن يكونوا سكنوا الأرض في زمن بعيد قبل ما ينقرضوا. الأدلة اللي تدعم النظرية دي كانت بتستند إلى بعض النصوص والأساطير القديمة اللي بتحكي عن وجود عمالقة عاشوا في الماضي. بعض الرسومات والنقوش اللي توجدت في كهوف قديمة كانت بتصور كائنات بحجم كبير، مما دعم فكرة إن العمالقة ممكن يكونوا عاشوا بالفعل في زمن ما. النظرية التانية كانت بتقول إن الجثة دي ممكن تكون نتيجة لتجربة جينية اتعملت في مكان سري وخرجت عن السيطرة. العلماء اللي بيؤمنوا بالنظرية دي كانوا بيشيروا إلى التطورات الحديثة في علم الوراثة والتكنولوجيا الحيوية، واللي ممكن تكون سمحت بخلق كائنات بحجم عملاق لأغراض علمية أو عسكرية. الفرضية دي كانت مرعبة للبعض لأنها بتشير إلى إمكانية وجود تجارب سرية وغير معروفة بتتعمل في أماكن مخفية. مع مرور الوقت السلطات قررت تنقل الجثة لمكان آمن عشان تقدر تدرسها بشكل أفضل بعيد عن التجمعات البشرية. الجثة اتنقلت لمعمل خاص محصن مجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات لضمان استمرارية البحث والدراسة في أمان تام. الهدف كان هو كشف المزيد من الأسرار عن هذا العملاق وفهم أصله بشكل أعمق. في نفس الوقت الناس في المدينة كانوا متقسمين بين الخوف والفضول. البعض كان خايف من أن يكون في عمالقة تانين مخفيين، وبيفكر في السيناريوهات المرعبة اللي ممكن تحصل لو اكتشفوا وجودهم. الخوف كان بيزيد مع كل نظرية جديدة، وكان في قلق من المجهول ومن الأشياء اللي ممكن تكون مختفية تحت السطح. البعض التاني كان متحمس لفكرة اكتشاف عالم جديد من الكائنات العملاقة. الفضول البشري كان بيدفعهم للتساؤل عن طبيعة العملاق وحياته، وكان في حلم عند البعض إنهم يقدروا يتعرفوا على المزيد من الأسرار القديمة اللي ممكن تكون مختفية في مكان ما. الأفكار دي كانت بتثير حماس العلماء والباحثين اللي كانوا بيشوفوا في الجثة فرصة لاكتشافات علمية جديدة ومثيرة. في النهاية الجثة العملاقة بقت محور اهتمام العالم كله، وكل يوم كان بيجيب معاه أسئلة جديدة ونظريات أكتر. العلماء استمروا في أبحاثهم، والناس استمرت في تساؤلاتها، والمشهد بقى عبارة عن مزيج من الغموض والإثارة اللي بيحيط بجثة العملاق الغامض. في النهاية العلماء رغم جهودهم المستمرة ومعداتهم المتطورة ما قدروش يلاقوا تفسير نهائي لأصل الجثة العملاقة. الفحوصات والأبحاث مكملتش الصورة بشكل كامل، وفضلت فيه أسئلة كتيرة بدون إجابة. تركيبة الجثة والظروف اللي لقيت فيها كانت بتحير الكل، وكل نظرية كان بيحصل فيها نوع من الثغرات اللي تخليها مش مكتملة. الأسئلة فضلت بدون إجابة، والناس فضلت تتساءل وتتكهن. البعض كان بيؤمن إن الجثة دي دليل على حضارات قديمة ضاعت في طيات التاريخ، والبعض التاني كان مقتنع إن دي تجربة علمية خرجت عن السيطرة. التفسيرات كانت متنوعة ومتعددة، وكل واحد كان شايف الموضوع من زاوية مختلفة. الجثة العملاقة بقت رمز للغموض اللي بيحيط بالعالم والطبيعة. الناس بدأت تشوف فيها دليل على إن العالم لسه مليان أسرار وغموضات محتاجة اكتشاف. العلماء بعد ما أدركوا إنهم مش هيقدروا يوصلوا لتفسير نهائي قرروا يحافظوا على الجثة في متحف خاص. المتحف ده كان مصمم بشكل يليق بأهمية الجثة العملاقة، في غرفة كبيرة مخصصة للجثة كانت معروضة بكل تفاصيلها الضخمة. الزوار كانوا بييجوا من كل مكان عشان يشوفوا الجثة ويتأملوا في حجمها غير الطبيعي. الأطفال والكبار كانوا بيتفرجوا عليها بذهول وإعجاب، وكل مرة كانوا بيسألوا نفسهم: يا ترى هل في عمالقة تانين مستنيين يكتشفوا؟ قصة العملاق الغارق فضلت تتحكى وتتناقل بين الأجيال. الناس كانت بتحب تحكي للأطفال عن اليوم اللي لاقوا فيه الجثة العملاقة على الشاطئ، وعن الغموض اللي فضل حواليها. القصص دي كانت بتفتح عقول الناس لأفكار جديدة ومغامرات غير محسوبة، وتخليهم دايماً فاكرين إن العالم لسه فيه كتير من الأسرار اللي محتاجة تتكشف. الأطفال لما كانوا يسمعوا القصة كانوا بيتخيلوا نفسهم مستكشفين وعلماء بيبحثوا عن عمالقة تانين في أماكن بعيدة ومجهولة،
وهكذا تنتهي قصة العملاق الغارق، القصة التي بقيت لغزاً يعجز العلماء عن حله، وجعلت الناس في حالة دائمة من الفضول والتساؤل. الجثة العملاقة أصبحت رمزاً للغموض، تعرض في متحف خاص ليزورها الجميع ويتأملوا في عظمتها ويطرحوا أسئلتهم. هل هناك المزيد من الأسرار التي لم تكتشف بعد؟ هل هناك عمالقة آخرون في أماكن مخفية؟ تظل هذه الأسئلة بدون إجابة، تاركة العقول متشوقة للمزيد. إذا أعجبتكم هذه القصة وأردتم المزيد من القصص المثيرة والمشوقة، فلا تنسوا الاشتراك في قناة نور المعرفة. هنا نأخذكم في رحلات لا تنتهي.